انت امتى شفتي اي حاجة ايجابية اخر مرة في حياتك؟ يعني ما شفتيش ان في كابوس وانك انت عايشة في عذاب وانك متشائمة وانك مش شايفة ابيض؟ يا سامر مش كده يا سامر، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة. الله، ما انا في البلكونة اهو. دي البلكونة، ما الدخان كله هنا اهو. شوفوا قليل قوي. ممكن توطي صوتك؟ طيب مش احنا متفقين رشيد لما يبقى نايم بنوطي صوتنا؟ حاضر، اتفضل انت بقى سويني كده. خليك عندك. ايوه ايوه، شويه شويه، لما تخلص يبقى تعالى. مش ناقصاك، كفايه عليا رحمه. انا عايزه ان الناس ما يقعدوش يقولوا